تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين الذين يقيمون بين ظهران المشركين. يقول: هل المسلم الذي يعيش في بلاد الكفر مع استطاعته للهجرة يكون مرتكبا لكبيرة أو يعد كافرا؟ لا، مرتكب لكبيرة، لأن الله توعده إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني يقيمون مع الكفار. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، يعني ما نستطيع نظهر ديننا بسبب الكفار يمنعوننا. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم، فأولئك مأواهم جهنم. هذا وعيد دل على أن ترك الهجرة مع القدرة عليها، ترك الهجرة مع القدرة عليها أنه كبيرة من كبائر الذنوب، عليه هذا الوعيد. نعم.